تحياتي للجميع، وتحديداً لجريد 12 students. هنكون مع فيديوهات جديدة related لدرس exponential functions. هنكون مع فيديوين، فبليز اعملوا سبسكرايب للشانل عشان كل ما ينزل فيديو جديد يطلع لكم notification كرمال نكون عم ندرس مزبوط. بس قبل ما نبلش شرح، بداية بدي اذكر اذا بنرجع للشانل على اليوتيوب محمد يحيى ونروح على grade 12 منلاقي اشياء كتير انشرحت عن الفانكشنز revision بداية، وبعدين اشياء related للايكونوميكس، واخر شيء عن اللين فانكشنز في حال حدا بده يبلش من البداية بعدين ينتقل للين والاكسبوننشال بامكانه يبلش مع هالبلاي ليست، وان شاء الله بيوصل لدرس الاكسبوننشال 100%. نروح هلا للاكسبوننشال فانكشنز، let's go. بداية يا جماعة، الإكسبوننشال فانكشن هي الانفرس اوف لين فانكشن، هي معاكسة للين فانكشن. هلا انتو الانفرس مش مطلوب معكم السنة، ولكن بهمنا اتنين نوتس نحكيهم هلا. اول نوت بس للمعلومة انه هن بيجوا symmetric with respect to y equal x. الانفرس فانكشنز symmetric with respect to y equal x، هيدا ال y equal x هون. فبتلاحظوا كيف اتنين functions زي كأنه ال y equal x مراية بيناتهم. هيدي نوت الأولى. وأشهر مثال على ال inverse functions غير ال ln وال exponential هي يا جماعة ال radical وال square. radical وال square هن inverse for each other. ln يا جماعة defined over 0 plus infinity. طيب كيف منطلع الدومين لل exponential إذا ال function لن واحدة من الانفرس فانكشنز الدومين لانها 0 بلس انفينيتي؟ فمنطلع الدومين يا جماعة عن طريق التعويض، يعني الدومين لل e x e power x منطلع عن طريق تعويض الزيرو باللن x وبعدين لبلس انفينيتي باللن x، يعني لن 0 هي ماينس انفينيتي ولين بلس انفينيتي هي بلس انفينيتي، فماينس انفينيتي بلس انفينيتي this will be the domain of exponential function. هلا في حال ما دخلت براسكم مزبوط هي not required for this year. الاكسبوننشال خلص فينا نعرف ان الدومين لها ال e power x هي ماينس انفينيتي بلس انفينيتي. ال e x يا جماعة اذا بنرجع للكيرف هي greater than 0 for any x belong to R. منلاحظ الكيرف هو فوق ال x axis بهالشكل هيدا. الكيرف الأحمر يا جماعة هو فوق ال x axis، هيدا ال x axis عندي يا هون. فال exponential curve above x axis فهي always positive. مش بس ال e x، ال e power minus x، ال e power x plus 1، ال e power x square plus 2 كلن هولي positive function. Also it is used to express growth or decay. Growth يا جماعة or decay، يعني ال exponential نحن فينا نستعملها كلمة exponential growth or decay لنوصف النمو، مثل حالات ال COVID-19 اللي حنشوفها بعد شوي استعملوا كلمة شو اسمه exponential ليوصفوا نمو هيدي الحالات، أو decay اللي هي تدهور إنه يعني عكس النمو. إذا في شيء decreasing strictly decreasing فdecay، مثل مثلا الكوفيد 19 مثل ما حكينا عدد الإصابات استعملوا كلمة exponential growth، وزير الصحة بلبنان استعمل هيدي الكلمة كمان. وإذا منلاحظ two curves يا جماعة، الكيرف اللي كنا نحن رسمينه على اليمين and the curve related للكوفيد 19 cases باليونايتد كينجدوم ببريطانيا، منلاقي انه شكل الكيرفز يا جماعة ان كان هون او الرد كيرف هون هو the same، تقريبا الشكل نفسه. domain of definition، نرجع على فكرة الدومين. ال e power x defined over minus infinity plus infinity. طيب بركي اجا يا جماعة function غير ال e power x، يعني تغير لي بالpower. هيدي أول وحدة معناتها الـ x ممكن تكون any number، إن شاء الله حط x minus 17 أو x تكون e power مثلا
minus 2.5 minus e power radical 3.2 عادي. بس إذا تغيرت في عندي special في عندي special cases، في عندي أشياء بتضل نفس الشيء، في أشياء I'm going to solve. خلينا نشوف few examples. e power minus x كمان نفس الشيء يا جماعة، الدومين اللي له minus infinity plus infinity. e power x على 2 plus 1 كمان minus infinity plus infinity. طيب أمتى بيتغير؟ بيتغير يا جماعة مع الحالات اللي الدومين بيفرق فيها، مثل مثلا إذا حطينا لن، مثل إذا كان في عندي denominator كان في عندي radical. For example عم بقول لي find the domain of definition of the following functions. أول part يا جماعة e power x minus 1 أو e power minus 2x minus 3، هولي أول two examples. طيب أنا لا عندي denominator ولا عندي radical ولا لن، فهون الدومين it will be minus infinity plus infinity مثل اللي قبل. تالت example radical e power x. طيب radical نحنا لازم تكون ال value اللي بقلبه positive، يعني لازم تكون ال e power x always positive. طيب ما ال e power x هي فعليا always positive، مش نحنا حكينا بالجراف وشفنا الجراف فوق ال x axis. طب شو معنات انه هي always positive؟ يعني x could be any number minus infinity plus infinity. same for part 4. part 4 اللي بقلب اللين لازم يكون positive، يعني ال e power x plus 1 لازم تكون greater than 0. طب ما هي فعليا greater than 0 من دون محل، ال e power x always positive وال plus 1 كمان always positive، فالدومين minus infinity plus infinity. طيب وبعدين، طيب امتى بيطلع عندي حالات ممكن يتغير؟ هلا لو كانت e power x minus 1 ساعتها هيدي بتنحل. e power x minus 1 greater than 0 يعني e power x، ها خلينا نشوف، let's solve it as e power x minus 1 for example 4 part 4. إذا عندي ln e power x minus 1 معناتها ال e power minus e power x minus 1 greater than 0، e power x greater than 1. كيف ما نروح ال e؟ باللن، اللي بروح ال e يا جماعة هو اللن، فمعناتها x أكبر من ln 1 يعني أكبر من 0، معناتها الدومين من 0 ل plus infinity، من 0 ل plus infinity. part 5 نروح لبارت 5. part 5 الدينومينيتر، في عندي دينومينيتر بس هون كمان الدينومينيتر e power x plus 1 هيدا مستحيل يساوي 0، هيدا does not equal to 0. نحنا نعرف ان الدينومينيتر ممنوع يساوي 0، طب ما هيدي always positive، كيف بدها تساوي 0؟ مستحيل. ال e power x هي عطول اكبر من 0 ومع plus 1 اكبر من 0، فالدومين minus infinity plus infinity. طيب لو كانت ال e power x مع minus 1 مش plus 1، خلينا نروح نشوف الحل part 5 و part 6. part 5 في حال كانت e power x minus 1 مش plus 1. بتمنى يكونوا ال first 5 examples واضحين، and let's see 5 and 6. يلا هالمرة لاحظوا خليت e power x minus 1 مش plus، ف condition انه denominator ممنوع يساوي 0، ال e power x ممنوع تساوي 1 مثل ما اتفقنا من شوي. so eliminating e with ln، فحيبقى عندي x does not equal to ln 1 يعني x does not equal to 0. كيف بحط number line؟ عفوا intervals minus infinity 0 union 0 plus infinity. هيدي regarding part 5. part 6 e power x minus 1 على x. طيب يا جماعة هون ال e power x ما بتعني لي، اللي بيعني لي الدنومينيتر اللي تحت انه ال x ممنوع تساوي 0، فكمان minus infinity 0 union 0 plus infinity. هلا عشان ما نفهم انه بس الاكس ممنوع تساوي زيرو يعني عم يطلع معنا، لا، حتى لو كان الدنومينيتر مثلا for example e power، اذا اخذنا part 5 e power x minus 3
إذا كان الدنومينيتر مثلا e power x minus 2 فكما e power x minus 2 ممنوع تساوي 0 e power x ممنوع تساوي 2 منروح ال e with ln فx ممنوع تساوي ln 2 فمعناتها حيكون الدومين minus infinity ln 2 ويونيون ln 2 ما حتساع هون plus infinity بهالشكل هيدا. فإذا كان عندي denominator إذا كان عندي radical بدي انتبه إنه ممكن الدومين ما يكون minus infinity plus infinity هيدا regarding the domain. نروح هلا على rules of calculation بس لنمكن الـ i e power ln a equal to a الـ e والln يا جماعة بروحوا بيبقى الـ a كأنه رقم عادي مش كأنه power يعني e power ln 2 2 e power ln 5 5 e power ln 3.2 3.2 e power 0 هيدي مهمة equal to 1 e power 0 1 e power minus a هي 1 على e power a هيدي شغلات يا جماعة أنا عم بقولهم لأنه حنعوزهم later on بالlimits والderivatives لازم ننتبه لهم derivatives والlimits هيدي الأفكار ممكن كتير تمرق معنا فهيدي كأنه over 1 يا جماعة فنحن بنعرف إذا نزلت هيدي لتحت إشارة الباور will be changed ف بتكون minus a بتصير a يعني e power minus 2 هي 1 على e power 2 e power x plus y هي نفسها e power x times e power y ما ننسى يا جماعة انه نحن بس يكون عنا multiplication we add the powers مش منضربهم نجمعهم يعني for example e power x ضرب e power x ما حدا يحطها e power x squared لا هيدي e power 2x منجمع powers صف سابع اوكي يلا اما بالديفيجن e power x over e power y فمننقص powers هيدي واضحة كمان عكس اللي فوق وهيدي نقطة كتير مهمة e power x times e power minus x ممكن كتير تمرق معنا يا جماعة اللي هي حتصير لما نجمع powers e power 0 which is 1 ما تنسوا منجمع powers x و minus x 0 ف e power 0 مثل ما شفنا ب step 2 هي 1 e power x times e power x خلينا نحطها e power 2x هاي دولة rules of calculation كثير مهمين أنا كن فهمهم عشان سهل علي لما حل derivative لل e x يا جماعة ولا أهون منها لا لانه الاي اكس اي اكس الاي اكس ما بتتاثر بالديريفاتيف ها مثل ما شايفين قدامنا الديريفاتيف نازل يضرب فيها للاي باور اكس ولا حدا هون ات ويل ريمين اي باور اكس ان شاء الله بعمل الديريفاتيف 5 مرات اي باور اكس ديريفاتيف لإلها اي باور اكس اما حيلا شيء ثاني اي باور وات ايفر ف e power u هي u prime ب e power u يعني for example e power 2x شو derivative ل 2x 2 u prime e power u يعني 2 ب e power 2x e power minus x شو derivative ل minus x minus 1 ف minus 1 e power minus x بهالشكل هيدا طبعا مش هحط 1 يعني زي قلتها بس بحط الماينس وفي اشي يا جماعة بدي انتبه انه ممكن نعوز الرولز السابقين u prime v plus v prime u او اذا كان عندي denominator u prime v minus v prime u على v square فهيدي الاشياء ممكن تمرق معي فهون ال u هي x ال u prime 1 ال v هي e power x ال v prime e power x يلا u prime v يعني e power x v prime u x e x بهالشكل هيدا فهولي اهم rules derivative انا ممكن اعوزهم بالexponential ممكن زيد examples
على الرول اللي قبل اللي هي e power u. For example, إذا عندي e power x squared minus 3, فشو الدريفاتيف لx squared minus 3؟ لx squared minus 3 بتصير 2x. فدريفاتيف لهيدي حتصير بضرب 2x والe بخليها مثل ما هي. لاحظوا يا جماعة الباور عطول عم بضلوا نفسه، ما بقرب على الباور، بس بعمل له دريفاتيف وبلزقه حدا. الباور نفس الشيء، أما الدريفاتيف هو حد الاي للشكل هيدا. هلأ بيبقى عنا الليمتس وبننهي هيدا الفيديو، وحنكون مع فيديو تاني نحل اكزامبلز على الدريفاتيف والليمتس. آخر شيء حنحكي عنه الليمتس، خلينا نشوف الليمت على plus infinity ل e power x هي e plus infinity، يعني plus infinity. فإذن ال e x على plus infinity plus infinity. على ال minus infinity limit لل e power x على ال minus infinity هي 0، هي 1 على e plus infinity يعني 0. بس نحن يا جماعة فينا نحطها directly 0، e power minus infinity أو limit لل e x على ال minus infinity هي 0. بس كنوع من الشرح انه هي عبارة عن e x power 1 over 1، فلما ننزلها لتحت حتصير 1 على infinity، 1 على infinity 0. تمام؟ ليه؟ لانه هيدي ما خلينا نشوف، هيدي e power minus infinity على 1، فاذا نزلناها مثل ما كنا عم نحكي من شوي اشارة الباور بدها تتغير، فبتصير e plus infinity، ف it will be 1 على infinity 0. third rule، إذا عندي e x على x، هيدي كمان يا جماعة فينا نحط الحل دغري، بس I'm going to explain. هيدي indeterminate form. طيب شو بدنا نساوي هون؟ We are going to use Hopital rule. e x على x حتصير e x على 1. نعمل derivative لل e x مثل ما اتفقنا، حتضلها e x وال x بتصير 1. طيب plus infinity على 1 يعني plus infinity، عوضوا plus infinity، هيدي بتصير plus infinity وال1 زي قلتها، ف it will be plus infinity. ففينا نحطها دغري limit لل e x على x as x tends to plus infinity هي plus infinity، هيدي as a rule. في عندي ال x e x يا جماعة على ال minus infinity فهي 0، لا لأنه e power minus infinity 0. بس شو الشرح تبعه؟ أنا بنزل ال e لتحت بتصير e power minus x. هلأ صار في أعمل Hopital rule، قبل ما في أعمل Hopital لأنه ضرب. ال Hopital شو قاعدتها؟ derivative للي فوق على derivative للي تحت. طيب هون بأول step ما عندي denominator ونumerator. How to obtain numerator and denominator؟ هيدي كأنه over 1 الA تنزل على الدينومينيتر والpower بيصير minus x. يلا هلأ بنعمل Hopital rule، صار فينا نعمل Hopital، فالx بتصير 1 والE power minus x minus E power minus x. هلأ حكينا عن الderivative تبعه، فهلأ عوضوا 1 على infinity يا جماعة، هيدي حتصير 1 على minus e power، تبهوا للصين تصير plus infinity، هذه minus x تصير plus infinity. طيب 1 على infinity plus ولا minus it will be 0. فهيدي فينا نحفظها limit لا ال x e x على ال minus infinity it will be 0. هيدا كان شرح بسيط عن ال exponential functions. And thank you for watching.